التعليق لكريمة عثمان. الجمعيه الشلفويه العائده بقوه في الجوله الاخيره استقبلت جمعيه الخروب في مهمه البحث عن 3 نقاط اضافيه للاقتراب اكثر من الرائد. مسعود كان اول من حاول الوصول الى المرمى الحارس طوال. الجمعيه اذن بحثت منذ البدايه عن تسجيل الهدف المبكر، لكن اصطدمت بفريق الخروب الذي دافع بكيفيه ممتازه وغلق كل المنافذ. معظم محاولات جمعيه تشلف كانت ضائعه، وحسب الكثير من المتتبعين فالجمعية لعبت أسوأ شوط أول لها منذ بداية هذا الموسم داخل قواعدها، والجمهور الشلفوي ظل حائرا وتذكر سيناريو شباب باتنا لما اكتفى الفريق المحلي بالتعادل هنا. المدرب سعدي اضطر إلى لعب كامل أوراقي في المرحلة الثانية، وكاد الفرج يأتي عن طريق سوغار الذي تفنن في تضييع هذه الفرصة بطريقة غريبة جدا. بعد ذلك تواصلت الحملات الشلفوية في ظل تراجع عناصر الجمعية الخروبية التي بدأت تبحث عن نقطة التعادل. جمعية تشلف سجلت هدفا، لكن كان من وضعية التسلل لم يحتسبه الحكم. خيبة أبل أنصار الجمعية سرعان ما انتهت. بفضل من؟ بفضل بديل الحامدي الذي ظل يبحث عن تسجيل أول هدف له بألوان جمعية تشلف منذ فترة طويلة. هذه المرة حرر كل هذه الجماهير، وكان سعدي صائبا في اختياره وفي تغييره. جمعية الخروب بعد ذلك أرادت أن ترد، لكن بمحاولة محتشمة جمعية تشلف قضت على أحلام الزوار بقدم حامدي. دائما ثنائية هي الأولى له هذا الموسم، ومباراة الدكليك ربما لهذا المهاجم الذي انتظره الشلفاوي لفترة طويلة، وثلاث نقاط من ذهب للجمعية. احنا كانوا اللي يهمونا لي تروا بوان كما قال لك ادوميسيل ما نبرديوهمش. الحمد لله يا ربي كما قال لك لونترينر دار ان بون شونجمون، اللي حميدي دخل ماركان زوج حل هذيك الاخطاء.